توقيف زوج نانسي عجرم ووجود شخص آخر في مقطع فيديو لص والدة الشاب السوري المقتول إن كان ابني لصا بالفعل. لماذا لم يتم استهدافه بطلقة واحدة أو اثنان أو ثلاثة؟ لماذا 18 طلقة نارية صوبت نحو ابني؟ علما بأن عدد طلقات خزينة الرصاص هو 12 طلقة نارية، أي أن زوج نانسي عجرم قام بتغيير الخزينة ليمطر جسد الشاب السوري بالرصاص. وعلقت الوالدة متأثرة: ابني راح ببلاش، مبدية تعجبها لما قاله زوج نانسي عجرم أن المقتول قال له يا أستاذ فادي، فكيف لص يدعو غريمه بلقب أستاذ؟ ما تزال قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم تتصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال أخبار منها الصحيح ومنها الذي يمكن وضعه في خائنة التلفيق والكذب وغير الدقيق. انتشر مساء أمس السبت شائعات تحدثت عن أنه وفقا للتحقيقات الأخيرة فقد ثبت أن الدكتور فادي الهاشم قد قام بتزوير مقطع الفيديو الخاص بواقعة قتل اللص محمد الموسى الذي حاول التسلل إلى منزلها الكائن في نيو سهيلة كسروان الأسبوع المنصرم. كما انتشرت تلك الأخبار كالنار في الهشيم من دون التأكد من صحة المعلومة التي تحدثت عن إلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم مجددا، وذلك لاستجوابه مرة أخرى حول ملابسات الواقعة وتزوير مقطع فيديو تفريغ كاميرات الفيلا الخاصة به بعد ظهور الأدلة الجديدة. ولكن وفقا لمصادر مقربة من فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم، فإن خبر توقيف الدكتور فادي الهاشم عاري عن الصحة، وهو ما يزال متواجدا في منزله وسط عائلته. ولا تطورات جديدة طرأت في التحقيقات التي أعادت استدعاء الدكتور فادي الهاشم وعدد من موظفيه على خلفية ظهور معلومات جديدة، والتي أبرزها إصرار زوجة القتيل فاطمة عن أن محمد يعمل لدى عائلة الهاشم. وأضافت تلك المصادر أنه يتم تداول العديد من الأخبار من دون التأكد من صحتها، وهذا قد يؤدي إلى التشويش على مسار التحقيق. كما أكدت تلك المصادر انه يجري التدقيق في الفيديوهات التي وضعها الهاشم في عهدة التحقيق للتأكد من صحة وجود اشخاص يظهرون في الكاميرات في ساحة الجريمة عند دخول القاتل، الا ان الامور متجهة على الارجح لان يكون مجسم بابا نويل. الموضوع في المنزل هو الذي ظهر بالانعكاسات في الفيديوهات، اذا تهيأ للبعض ان هناك اشخاصا يراقبون كيفية اعادة تنفيذ الجريمة. تجدر الإشارة إلى أن باتريك عوض خبير فني في كاميرات المراقبة قد أكد أنه لا يتاح خاصية حذف مقاطع فيديو كانت قد سجلتها الكاميرات، إذا بالإمكان فقط حذف المقاطع كلها أو عدم حذفها بالكامل، موضحا أن الفيديو يتم تحضيره من الـ VER أي الماكنة التي يتم تسجيل الداتا عليها ولا يتاح حذف أي شيء منها. وحول ما يتم تداوله حول التلاعب في الفيديو واجتزاءه، قال خبير كاميرات المراقبة أن تركيب الكاميرات في المنازل تعمل على الموشن، وبمجرد أن تصير حركة أمام الكاميرا يتم التسجيل، ولو لم يكن هناك حركة لا يتم التسجيل. وشدد على أن الشخص الذي يظهر بالكاميرا ومن ظهر بالصورة المنتشرة هو الشخص نفسه، مدللا بذلك على أن الكفوف التي ارتداهما القتيل هي باللون نفسه، وهو ما اتضح بالصورة انه تبين وجود لون افتح من لون. ومن جهة ثانية، من المتوقع ان يصل الى لبنان غدا ريحاب بيطار رئيسة فريق المحاميين السوريين الذي يتوكلون عن الدفاع عن القتيل محمد الموسى لتوثيق توكيلهم كما والبحث عن الحقيقة بعيدا عن الدفاع عن جنس
جنسية شخص، إنما عن حق إنسان. إذا كانت قد أشارت المحامية ريحاب بيطار في تصريحات إعلامية إلى أن الملف يكتنفه الغموض في كثير من جوانبه، إضافة إلى تناقضات عديدة تستدعي طرح أسئلة مختلفة وكثيرة، وأهمها بعض التناقضات في الأقوال بين المعنيين بمنزل نانسي عجرم. وعلى صعيد آخر، وفي ظل الحملات المسيئة التي تتعرض لها الفنانة نانسي عجرم، بدأ محبيها بتأليف حملات داعمة لنجمتهم، فقد تداول البعض مقطع فيديو لشاب مغربي ظهر فيه وهو يعلن تضامنه مع نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادل هاشم، مطالبين جميع محبيها بتصوير فيديو مشابه يعلنون خلاله تضامنهم. وقال متابع: شو رأيكم نعمل فيديو هيك، كل واحد ينشره على الهاشتاج، مش ضروري تبين ما فيك، بس تحط ورقة قدامك وتحكي او اي شيء، المهم نكون ايد واحدة متضامنين مع نانسي عجرم وزوجها فادل هاشم. كشف تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى المعروف بقتيل منزل الفنانة نانسي عجرم تفاصيل جديدة حول الحادث. وأوضح التقرير تعرض القتيل لطلقات نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل من الأمام ومن الخلف، وليس زوج الفنانة نانسي عجرم فقط. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف الأيسر، وطلقة تحت الإبط الأيسر، وثلاثة طلقات في الصدر، وطلقتان في البطن، وسبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر. كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالأرض، وتلقي الطلقات من مسدس حربي خاصة في منطقة البطن والصدر والقلب. وفي نفس السياق قال المحامي أشرف الموسوي محامي أسرة القتيل محمد الموسى: إنه صدرت اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم، وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. وذكر المحامي إنه تم استدعاء الدكتور فادل هاشم مجددا للتحقيق، كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار بين زوجها والقتيل. مفاجأة استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على الطب الشرعي، واستدعاء زوجها فادل هاشم، واستدعاء زوجة السوري محمد الموسى. أكد المحامي أشرف الموسوي المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى الذي أطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم، إنه صدر اليوم استدعاء قضائي بحق الهاشم، وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي ادعت أن ما قام به الدكتور فادل هاشم جاء دفاعا عن النفس، مبنية قناعتها بالأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة. وأشار المحامي أشرف الموسوي في حديث خاص إلى أنه تم استدعاء الدكتور فادل هاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى، كما تم عرض النجمة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص. وأضاف المحامي أشرف الموسوي: تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان، كما تم تفريغ محتوى الهواتف الخلوية الخاصة بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم، وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل. ولفت أشرف الموسوي إلى أنه سيتم الكشف
على منزل زوج النجمة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول بها، خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل. كلام المحامي أشرف الموسوي جاء بعد البيان الذي صدر أمس عن مكتبه، إذا جاء فيه وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنى بدوره على نانسي عجرم احتضان أولاد القتيل ورعايتهم عبر حسابه في مواقع التواصل وفق قوله. وتجدر الإشارة إلى أن والدة المغدور كانت أعربت في وقت سابق عن أسفها للظلم الذي تعرض له ابنها بعد مصرعه على يد الدكتور فادي الهاشم، رافضة قبول التعزية التي تقدمت بها نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية بعد إخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم، مرددة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فكيف أقبله وهي التي قتلت ابني. وذكرت الأم في تصريحات إذاعية لمحطة مولدي اف ام السورية قائلة: هن عم يعزوني وهم قتلوا لي ابني، كنت أقبل العزاء في حالة واحدة لو ضرب في قدمه أو رصاصتين ثلاثة، ليه يضرب 16 رصاصة وهو أعزل ولو هو شايل سكين؟ حقهم إنهم يدافعوا عن بيتهم، لكن هو فايت أعزل مثلما تقول الفيديوهات ومثلما أولادهم غاليين عليهم. ابني غالي عندي، بدك أقبل العزاء من قاتلة ابني؟ ما أقبله طبعا. الفنانة نانسي عجرم ومفاجأة جديدة، الشاب في الفيديو غير الشاب في الصورة. أكدت الإعلامية رشا الزيان العاملة في راديو الفجيرة أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته أسرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليس الشاب السوري محمد الموسى. وقالت الإعلامية رشا الزيان في مقطع الفيديو أن آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة في لبنان تبين أن الشاب الذي ظهر في كاميرات المراقبة ليس الضحية محمد، ولكنه أحد رجال نانسي عجرم وزوجها. وأضافت الشاب السوري كان ينتظرهم خارج الفيلا لحتى يطالب بحقه ويحصل على حقه من الدكتور فادي، وبعد 5 ساعات صار الشاب السوري يصرخ فطلع له الدكتور فادي وقتله. وفي فيديو آخر رأت الإعلامية رشا الزيان أن وعلى افتراض أن رواية نانسي عجرم وزوجها صحيحة، كيف قام فادي الهاشم بقتل الشاب 16 طلقة نارية أمام أطفاله رغم أنه خائف عليهم، قائلة: شو عم تقتل ديناصور؟ مضيفة: إذا القضاء اللبناني ما أخذ حقه فالله سبحانه وتعالى بياخد حقه. وأضافت ردا على الناس اللي عم بتقول شو فات يعمل ببيتها الساعة 2 بالليل، هو كان عم يستناه برا، لكن حضرة الدكتور فادي ما كان عم يطلع ولا عم يعطيه حقه. كما قالت الإعلامية رشا الزيان تعليقا على قرار النيابة العامة بالإفراج عن فادي الهاشم: طلع فادي زوجا لنانسي بالسلامة، والكل عم يطمئن على نفسيته ونفسية مراته، والزلمة اللي مات 16 طلقة نارية هو ليس حرامي، رجل دخل ليطالب بحقه وحق أولاده. وأضافت متسائلة: كيف دخل رغم وجود الكاميرات ورجال الحراسة؟ وهي الأسئلة التي لم يتم تقديم أجوبة واضحة لها حتى الآن، رغم خروج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم أمس بمؤتمر صحفي تحدثت فيه عن ما حدث بالتفصيل من وجهة نظرها. يشار إلى أنه لا يمكن التحقق من المصادر التي تحدثت عنها الإعلامية رشا الزيان في ظل عدم التمكن من الحصول على تصريحات من
المصادر الأمنية اللبنانية التي انحازت بشكل واضح هي ووسائل الإعلام اللبنانية لجانب نانسي عجرم وزوجها صاحب النفوذ، حتى أن مسؤوليين سياسيين عملوا على تبرئتها منذ الساعات الأولى وحاولوا تصويره على أنه بطل قام بعمل بطولي، وهو حكم مسبق على ما حدث أدى لإدانة الشاب السوري قبل كشف أي تفاصيل. ومن جهة أخرى زعمت الإعلامية العاملة في راديو الفجيرة رشا الزين أن مصادر موثوقة من داخل لبنان كشفت لها أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عرضت على تسوية مالية على أسرة الشاب السوري، وأشارت رشا الزين أنه تمت فبركة هذه القصة ومنتجتها، وحتى إسقاط الحق الشخصي دفعت نانسي عجرم لأهل الشاب السوري 30,000 دولار، لكنهم لم يقبلوا بذلك بحسب زعمها. ورفضت والدة القتيل محمد موسى قبول تعزية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة ابنها الذي قتل على يد زوج نانسي الطبيب فادل هاشم في منزلهما. وأوضحت فاطمة في تصريحات إذاعية لمولدي اف ام السورية أن ما حدث ظلم، قائلة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وقالت والدة محمد الموسى إنه كان يمكنها قبول العزاء في حال كان الضرب أخف وطاء مما حدث وليس 16 رصاصة اخترقت جسد ابنها الاعزل، مبينة انه لو كان يحمل سكينا فمن حق نانسي وزوجها الدفاع عن انفسهم، ولكنه لم يكن يحمل شيئا، مضيفة بدكم اقبل العزاء من قاتلة ابني ما بقبله. واشارت الى انها علمت بالخبر من خلال ابن عمتها لانها كانت في مدينة حمص ولم تكن بالشام وقتها، حيث كانت تزور مريضا من اقاربها، منوهة ان اتصالا هاتفيا ورد اليهم وطلبوا عدم اخبارها بمقتل ابنها، الا ان هذا خبر من الصعب اخفاءه. واكدت فاطمة ان وسائل الإعلام تعاطفت مع نانسي عجرم كونها فنانة، متهكمة على ذلك بتساؤل: هل نانسي لديها إحساس وأنا لا؟ هل أولادها غاليين عليها وأنا ما عندي ولد غالي علي؟ وأكدت فاطمة أن الشخص الموجود بالفيديوهات ليس ابنها وإنما هو شخص آخر، وهذه تمثيلية قام بها زوج نانسي عجرم، وأشارت إلى أنها تثق في ابنها تماما كونه يصاب منذ طفولته ولا يجرؤ على السرقة لأن تربيته لا تسمح له بذلك. وشددت فاطمة على أن ابنها كان يعمل في إحدى الأوقات بمنزل نانسي عجرم، وذلك حسبما ذكرت له ابنة عمته سابقا، وأنه التقط صورا بمنزلها في إحدى المرات، وأنه كان يقبض أمواله من أحد العاملين هناك وليس من يد نانسي أو زوجها مباشرة، موضحة انه ليس لديه وظيفة معينة بل يعمل في كل شيء. وابدت فاطمة اندهاشهما من عدم توثيق الكاميرات الموجودة خارج المنزل ليوم الحادث او عدم انتباه الحراس للحظات تسلل ابنها، مؤكدة على ان محمد ليس بحاجة للسرقة لكون شقيقه رجل مقتدر وعمه موجود في لبنان، قائلة: لو كان بحاجة الى المال لطلب منهم ليسدد مديونيته، لو هناك مديونية مثلا، خاصة وأن تاريخه يشهد له في لبنان كلها بأنه شخص جيد. واتهمت والدة القتيل محمد الموسى نانسي عجرم وزوجها بتقطيع فيديوهات من الكاميرا، وإنها لاحظت ذلك من خلال الدقائق المتغيرة في المقاطع المنتشرة، مخاطبة الفنانين بسوريا والمسؤوليين للتدخل وكشف الحقيقة، وخصت بالذكر الفنان أيمن زيدان والفنانة ريم حنة. وأكدت والدة محمد موسى أن هناك قصة وراء مقتل ابنها، فعدد 16 رصاصة يوصل الدم للباب وهو ما لم يحدث، وصف ما حدث بالتمثيلية الرخيصة، ابن تصفف مكان غير مكان عند نانسي وجابوه بعدها واسألوهم ليش عملوا كده وفسروا النقاط الناقصة. واختتمت فاطمة
فاطمة الحديث بأنها لم تتلقى اتصالا من نانسي أو زوجها لعرض مبلغ قيمته 30,000 دولارا كما أشيع. وقالت ما حد دق علينا ومصار الدنيا كلها ما بتكفي نقطة من دم ابن محمد أو ضحكة من ضحكة ولادها وزوجته اللي بيتحجج معاها في لبنان. وحرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم التعازي لأهل القتيل السوري محمد موسى الذي اقتحم منزلها رغم اتهام أهل القتيل لزوجها الطبيب فادل هاشم بأنه اجتاز مقاطع من الفيديو الذي وثقته الكاميرات وتلاعب بها من أجل إخفاء ما يريد. وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية لها بعد عودة زوجها إلى منزله: أكيد ما بنتمنى لا أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها نتمنى اللي صار، وأنا بدي أعزي والدته، بدي أعزي زوجته وأهله وأولاده جميعهم، أكيد ما بنتمنى ياللي صار معنا بس هي الظروف. ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية كشفت في مؤتمر صحفي ما حدث في منزلها وقالت فادي ما كان عم بيعد الرصاصات، اللي عمله هو ردة فعل لست دقايق سبع دقايق من التهديد والحكي: وين مراتك؟ وين أولادك؟ وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون. وردا على الانتقادات التي تعرض لها الأخير دعت الجميع إلى أن يضع نفسه مكانه، لافتة إلى أن الشاب الذي دخل الفيلا كان ملسما ويحمل مسدسا وشيء آخر على خاصرته، وإن كل الدلائل تثبت أنه فعل ذلك بهدف السرقة. وقدمت العزاء لأهل الشاب وقالت بدي أعزي والدته وزوجته وأولاده، وما في بعتقد ولا بي بيحس أن الغبرة عم تمس أولاده وبيسكت. وفي تطور بارز هذا ما قررته أسرة مقتحم منزل نانسي عجرم بشأن جثته وطلب محاميها يفاجئ الجميع. نشرت صحيفة النهار اللبنانية بيانا صدر عن مكتب المحامي أشرف جاء فيه بعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادل هاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة. بدوره كتب قاسم الضيقة على حسابه على فيسبوك: حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة يتيم، لكن المشهد أرقى ويستحق الثناء. ويشار إلى أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت في وقت سابق إخلاء سبيل زوج الفنانة بعد الاستماع إلى إفادته، وقررت التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. وكانت والدة القتيل أعلنت في حديث إلى إذاعة مولدي اف ام السورية رفضها قبول العزاء من الفنانة اللبنانية. الفنانة سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم بسبب مقتل سارق منزلها سوري غلبان ادوله فلوسه. هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد مقتل سارق منزلها على يد زوجها. ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لنانسي وزوجها وعلقت عليها قائلة: عمري محبيتك دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة، واول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف، وخليك فاكرة اتكلميها عن تاريخك المشرف 16 رصاصة ليه بقى. واضافت الولد اتقتل على اساس انه في اوضة البنات، ايه اللي جابوا المطبخ بقى وهو غرقان في دمه، فين كاميرات اوضة البنات، فين كاميرات باقي الاوض، اللي جوزك بيقول انه ناسي الباسورد، جوزك القاتل اللي سمعته سبقاه بتشيل الكومنتات بتاعتنا ليه من على الانستجرام لما انت صاحبة حق. وتابعت لما المذيعة سألتك ازاي في جروح في رجلك اصلا وانت بتقولي كنت في الاوضة، ارتبكت وقلتي لها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك، الولد شغال عندكم في البيت من 9 سنين ازاي دخل البيت طيب وفيه 4 رجال امن ازاي، قولي
لي لو مش هم صحابه وعارفينه وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله 4 ساعات اصلا. المسدس اللي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه، يعني انتوا واكلين حق الولد وعارفين انه هو سوري غلبان مش هيعرف يعمل حاجة. هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي. وذكرت سارة نخلة كفاية افتراء، الله ينتقم منك انت وجوزك. وعموما هو ما طلعش براءة، هو لسه على ذمة القضية وممنوع من السفر. كل شوية تقولي سوري سوري سوري، فهمنا بقى ان هو سوري، ما كلنا عندنا حرب. مش كفاية بقى تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد؟ اهو سوري وغلبان وبيشتغل عندكم، ادوله فلوسه ومشوه. مش تعملي سيناريو انت وجوزك القاتل 16 رصاصة ليه؟ هي قضية شرف وسار ولا سرقة؟ قولوا الحقيقة وخافوا الله.